أهلا بحضراتكم مرة تانية، ومازلنا مستمرين مع حضراتكم في ملفات الحديث هنا حوالين السؤال الأبرز، وإحنا في الذكرى 9 لثورة يناير. هل انتهت الثورة وأصبح من غير المجدي والعبثي إن إحنا نستعيد حدث لم يثبت إن إحنا ممكن نستعيده أو نحييه بعد 9 سنين من حدوثه، ولا في آمال بتتجدد والأحداث اللي بتحدث في العالم العربي بتؤكد على إنه ما زالت روح يناير موجودة وترفرف في عالمنا العربي وفي أجواء هذا المشهد؟ ده السؤال اللي عايزين نطرحه، وإحنا النهاردة بنستعير ذكرى أعظم 18 يوم يمكن عاشها المصريون في تاريخهم الحديث. بينضم إلي في هذه الفقرة دكتور أحمد رامي السياسي والنقابي. دكتور أحمد أهلا بيك معنا. أهلا بحضرتك، أهلا بيك، الله يحفظك. ومعنا أيضا دكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية. دكتور سيف أستاذنا الكبير، أخبار حضرتك إيه؟ نورت. يعني البداية خليني أبدأ مع حضرتك من هذا السؤال اللي يبدو وكأنه سؤال وجودي وتسأل كتير في الحقيقة، لكن الإجابة عنه بتفضل عالقة في الأذهان. هل يناير حدث يمكن تكراره، ولا خلاص ما حدث حدث وعلينا أن نبحث عن بدائل جديدة وحلول جديدة ربما ليس من بينها الثورة على الإطلاق؟ أنا أعتقد أنه يعني عطفا على الموضوع الذي يتعلق بصفقة القرن، موضوع الثورات العربية ليس بعيدا عن صفقة القرن، موضوع الثورة المضادة ليس بعيدا عن صفقة القرن، موضوع النظم الاستبدادية والفاشية ليس بعيدا عن صفقة القرن. إذن نحن أمام أشياء هي بتمهد هذا الأمر لصفقة القرن، باعتبار أنا بأؤكد كمان أنه أي مستبد موجود في بلده هو مشروع خيانة، أي أنه يمكن أن يخون القضايا الأساسية والثوابت الأساسية التي تتعلق بالأمة. أنا بأؤكد على ده ليه؟ لأنه إحنا عندنا 1000 سبب وسبب يؤكد أن المسألة يمكن أن تظل محل مساومات وصفقات، وأنه هذه النظم الاستبدادية بتقايض باستبدادها على مسألة أنها تأخذ مواقف مواتية للكيان الصهيوني ولإدارة ترامب. أنا أظن أن هذه أصبحت أمور واضحة للعيان، سواء محمد بن سلمان أو محمد بن زايد أو السيسي أو البقية تأتي أو البرهان. إذن نحن أمام قضية شديدة الخطورة، لكن في ذات الوقت لابد وأن نؤكد أن الثورات العربية في الجانب الآخر هناك موجة ثانية للثورات العربية برزت في إطار كأن الثورات المضادة فوجئت بهذا. الثورات المضادة رأت بشكل من الأشكال أنها استطاعت أن تلتف وتحتوي هذه الموجة الثورية الأولى بأشكال متعددة، منها افتعال ما يمكن تسميته بحروب بين الأهالي. أنا مش عاوز أسميها حروب أهلية لأنها حروب أهلية من شكل جديد، اللي بيحصل في اليمن أو اللي بيحصل في ليبيا أو اللي بيحصل في سوريا دي أشكال جديدة من الحروب تنشأ بين بني الوطن وبأيديهم وبتدخلات خارجية تقوم على تمزيق أواصل هذه الدول بشكل من الأشكال. إذن ماذا إذن عن ثورة يناير؟ ثورة يناير زي ما قلت حضرتك في المقدمة هي بتمثل حالة من حالات الإلهام للثورات العربية. ثورة يناير وخاصة مصر مش علشان أنا مصري بقول الكلام ده، لا، مصر رافعة في الثورات وهي خافضة في الثورات المضادة، بمعنى أنها لو كانت في فريق الثورات المضادة فإنها تؤثر تأثيرا كبيرا على العالم العربي، وإن كانت في صف الثورات فهي تشكل رافعة كبيرة وعظيمة في
مصاب الثورات. جميل. انا عايز اخد برضو كلام حضرتك نبني عليه حاجه مهمه جدا، لانه ما قاله دكتور سيف فعلا مرتبط الى حد ما بصفقه القرض، ويمكن حتى هنستعير ما قاله دكتور مختار الشنقيطي منذ قليل لما تحدث حوالين فكره ربط المكون التاريخي او السياق التاريخي اللي وقعت فيه الحروب الصليبيه ومقارنته مع السياق التاريخي اللي احنا فيه. فكره الاشاره هنا الى انه ثوره يناير كانت بلا رأس، يعني كانت بلا قائد حقيقي يحركها أو يقودها، كانت حراك شعبي تلقائي، خرج الناس بشكل عفوي في الميادين، تم التلاقي الوجوه بشكل أو بآخر مع هذه الحالة، ثم أحدثت حالة الزخم اللي أدى في النهاية لسقوط مبارك. ما نحن فيه الآن ربما اللي عمله محمد علي المقاول والفنان بدعوته للخروج في 25 يناير كانت حالة بتشبه ما يسمى بمحاولة إحياء يناير من جديد، وكان في رأس كان بيدعو إلى هذه الثورة، كان بيدعو لقطع الطرق، كان بيدعو لمحاصرة المنابر الإعلامية، كان في خطة يبدو أنه هو رسمها، لكن هذه الخطة لم تكلل بالنجاح. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، ثورة يناير هل هي فعلا تحتاج إلى رأس وتحتاج إلى قائد، وبالتالي هي تنتظر الجموع هذا القائد لكي تخرج، ولا ممكن هذه الحالة العفوية التلقائية اللي وقعت في 2011 تحدث من جديد، وبالتالي لا مجال للحديث حوالين فكرة الخطط المسبقة؟ دعني أقول لحضرتك، يعني لو هنجاوب السؤال بطريقة مختصرة، فهو ما فيش ثورات من غير قيادة، لكن ليس شرط أن القيادة دي تكون قيادة فردية، من ممكن القيادة تأخذ أشكال مختلفة. وأحد الوسائل اللي تم بيها تضليلنا في يناير 2011 هي هذه المقولة، في عدد من المقولات حكايه انه سوق لنا ان اعظم شيء في الثوره دي ان هي بدون راس. لا، ده كانت نقطه ضعف، وكان ينبغي ان احنا ننتبه لكده، ويتم تشكيل راس لهذه الثوره من الناس اللي كانت في الميدان وما الى ذلك. ديت نقطه. الحاجه الثانيه، يمكن مش بس في وجه تشابه بين الحروب الصليبيه والوضع الحالي، لا، ده الكتاب المعاصرين، يعني الدكتور جمال حمدان بيربط وجود مصر واستمرارها بزوال اسرائيل، بزوالها، مش بان يبقى في حل او اتفاقيه سلام او استقرار، لا، يعني اسرائيل لكي تبقى، وهي اسرائيل لم تلغي احلامها التوسعيه. والحديث عن اللي بيحصل النهارده دوت هو ذاته ما كان من لقاءات مع حكام عرب، هو ذاته ما كان يسوق ضد الفلسطينيين بالكذب وبالزور ان هم باعوا ارضهم وتنازلوا عنها، اصبحنا نراه الان ان في حكام بيتنازلوا عن مقدرات شعوبهم للصهاينه. الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله أيضا قال إن سيسبق زوال إسرائيل زوال ممالك في سقوط حكام في الوطن العربي. ففي ارتباط حتمي بين الاستبداد وبين بقاء إسرائيل، وبين صعود موجات الربيع العربي، وبين زوال إسرائيل أو انحصار المشروع الصهيوني. دلوقتي مفيش حركة مقاومة التطبيع في مصر، مفيش حركة لمقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية، دوت ليه؟ ده مرتبط بأن القوى التي المنظمة التي كانت تحمل على عاتقها هموم الأمة اللي هي الحرية، السعي للحرية ومواجهة العدو الخارجي اللي هو العدو الصهيوني، هي الآن في السجون، ودوت يحسب لها، بمعنى أن في حال غيابها انكشف الأمر بهذه الصورة. فمع الحرية هترجع تاني، والحرية أتية يعني مسألة وقت، ليس أكثر. بس بتأتي كده يعني عفو الخاطر، ولا بيبقى في مؤشرات ليها؟ حركة التاريخ بتقول كده، حركة التاريخ بتقول ان العالم كله بيسير نحو مزيد من الحريات، الوطن العربي بيسير نحو مزيد من الحريات، احنا في طور انحسار او تراجع لموجة الربيع العربي، لكن هذا الامر لن يستمر، وهذا الامر طبيعي ان هو يحدث في الثورات، وستعاود الشعوب كراتها مرة اخرى، وكما يعني في صعود ثورة يناير السفارة الصهيونية أغلقت، الشباب اقتحموا السفارة، الكيان الصهيوني زود للضعف
المخصصات الخاصة بالموساد في مصر، ده كان نتيجة طبيعية لموجة يناير الأولى أو موجة الربيع العربي الأولى، وستعود الكرة مرة أخرى للشعوب. طيب، هل فكرة عدم استجابة الناس بشكل واضح لدعوة الفنان محمد علي في 25 يناير، هل في تقدير حضرتك بتعتبر رسالة من داخل الشعب المصري إلى أنه أي دعوة خارجية تأتي من خارج البلاد للحراك أو الحشد هي دعوة محكوم عليها بالفشل، ولا في أسباب أخرى في تقديرك ممكن يكون وقفت وراء هذا التجاهل لهذه الدعوة؟ أنا لا أظن أن المسألة تتعلق بدعوة خارجية أو دعوة داخلية. أنا بتحدث عن الظرف الموضوعي الذي يتحكم في مسألة الثورات، وأنا بظن أنه معادل الوعي معادل مهم جدا في الثورات. الناس هتقول طب ما هو حدث ثورة يناير، نقدر نقول كده حدث ثورة يناير، لكن أنا بأؤكد لك أن استئناف الثورة أصعب بكثير جدا من ابتداء ثورة. وهنا هذه المسألة المهمة والخطيرة التي هقول لك ليه. لأنه أنا أظن أن النظام المستبد، وأنا يعني في هذا يعني أراه رأي العين، أن الأجهزة الأمنية الآن تتعامل مع الحالة الثورية بمنطق مختلف عما كانت تتعامل معه أثناء ثورة يناير. الأجهزة الأمنية الآن بتعتمد على حالة معلوماتية أكثر في مواجهة أي حراك ثوي، بتعتمد على خبراء بتتعلق بهذا، ومنهم خبراء من الكيان الصهيوني في المسألة التي تتعلق بقطع الطرق وتقطيع الأوصال زي ما شفنا 27 سبتمبر تكفيف المنابع. لا تقطيع الطرق يعني القاهرة نفسها جوجل نشر اصبحت قطاعات زي ما الصهاينة عملوا في قطاع غزة بالضبط كده. يعني ده اصبح بيحاكى حتى من داخل النظم الاستبدادية ما تفعله اسرائيل باعتبارها نظام استيطاني احتلالي مغتصب. أصبحت النظم الاستبدادية تحاكي مثل هذه الأمور التي تتعلق بهذا بخبراء صهاينة، أصبح لهم يد طولة في مثل هذه الدول الاستبدادية والفاشية. هذا الأمر بيؤكد أنه هنا بقى في أمرين مهمين جدا. الأمر الأول، الثورة ليست بسماح المستبد. السيسي في مرة أو في مرات أعلن أنه أحداث يناير دي مش هتتكرر تاني. لا، هذه المسألة هي في يدي حركة جماهير، هذه الحركة الجماهيرية تكون غير محسوبة، وهي التي تختار التوقيت في إطار تتوفر فيه الظروف المتكاملة لإحداث هذا التغيير وهذا الحراك. الأمر الثاني، إن الثورة كمان مش برغبتنا. الثورة لها شروط زي ما بنقول شروط موضوعية. الشروط الموضوعية قلت لحضرتك معادل الوعي مهم جدا، والوعي إيه؟ الوعي بالحالة الثورية الآن. الحالة الثورية الآن غير الحالة الثورية التي كانت موجودة في يناير. اللي بيتكلم عن استنساخ يتعلق بثورة يناير بأشكالها بأدواتها بحشدها بكل الكلام ده، أنا بعتقد أنه لازال يفكر تفكيرا محصورا ضيقا لا يعبر إطلاقا. ولكن الحالة الثورية يمكن أن تبدع أدوات جديدة في مثل هذا الأمر، وأنا أعتقد أنه الشباب المصري قادر على أن يقدم حالة مستجدة، وهو ده اللي أنا قلته
من أكثر من مرة إنه عشان الناس ما تقعدش تسألنا عن حلول والكلام ده كله. المسألة بسيطة، على الكبار أن يرجعوا إلى الخلف خطوات، وأن يتقدم الشباب خطوات. النخبة الشبابية الجديدة ليس لديها نفس الحسابات والتعقيدات لدى النخبة القديمة يعني اللي أنا كنت بتكلم عليها وبقول إنها محنطة. هذه النخبة المحنطة آن المشهد، ولكن تقدم دور مختلف عما كانت تقوم به. هذا الدور ليس هو تصدر المشهد، ولكن تصدر المشهد لابد وأن يكون من الشباب. الشباب هو القادر على أن يدير مرحلة جديدة في استئناف ثوري جديد بأشكال جديدة. وأنا أظن هذه الأشكال إحنا عندنا 100 شكل وشكل يمكن أن يكون في هذا الاستئناف السوي الجديد إن شاء طيب. الله. طيب، هو هنا نقطة غاية في الأهمية أشار إليها دكتور سيف، المتعلقة بفكرة أن تتراجع القيادات التاريخية أو القديمة خطوة إلى الوراء، وتعطي المجال للقيادات الشابة أن تقود هذا الحراك أو أن تحدد حتى مصيرها بنفسها. لكن ربما التاريخ بيشهد يعني حتى القريب أنه ما فيش قيادات بتتنحى، يعني اللي بيفرض رؤية جديدة هو اللي بيستطيع على الأرض أن هو يكون هذه الرؤية بعيدا عن القيادات القديمة وينحيها عن طريق حراكه أو رؤيته اللي بيفرضها. هل في لدى هذه القيادات، لدى الشباب، لدى جموع المصريين قدرة على تقديم رؤية مخالفة لما تقدمه هذه القيادات؟ خلينا نقول يعني أن الجيل يناير بنخبته يعني قدم تجربة، والتجربة خلاص يعني لها ما لها وعليها ما عليها. دوره في هذه الجزئية يعني أداه على أكمل وجه بأنه قدم تجربة على هيستكمل المسار، سواء كان جزء من جيل يناير أو الجيل اللي لاحق به من الشباب، أنه هو يستفيد من هذه التجربة. ودوت مش هباء ولا شيء ولا جهد أهدر ولا أي ولا أي من ذلك، ولكنه خطوات متراكمة. جزئية تانية، أنا مش قلقان من الجزئية اللي حضرتك بتقول عليها من إن مفيش إفساح مجال للشباب. دي طبيعة الحياة بالشكل ده، القيادة لا توهب والقائد لا يصنع، لكن القائد الطبيعي بيدافع إلى أن يأخذ مكانه. القيادات المصنوعة اللي هي هيفسح لها الطريق بحيث أنها تقعد جنب النخبة أو ما إلى ذلك، وقت ما تغضب عليها النخبة حتنحيها. ولكن القيادة اللي هتولد في هذا المناخ عليها أنها تدافع وتنتزع مكانها كقيادة حقيقية، ولما تفعل ذلك لن يستطيع أحد أنه يتصدى إليه. طيب، بس بتبقى هذه النقطة دكتور سيف، رهن الإمكانيات. يعني ممكن الناس يقول لك أنه الشباب والله في رؤى كثيرة وفي ناس كتير عايزين يقدموا رؤى مختلفة ومش عاجبهم وناقمين على الرؤى الحالية مثلا لقيادة المشهد، لكن في المقابل لما تيجي تجد على أرض الواقع ما هي الإمكانيات التي تتواجد لدى هؤلاء الشباب لكي يفرضوا رؤيتهم على أرض الواقع، لكي يكونوا حتى لو أرادوا أنهم ينشئوا حزب أو منبر يعبر عن أرائهم؟ ما فيش. يعني لما بتيجي حتى تستدعي تجربة أردوغان مثلا اللي انشق عن نجم الدين أربكان، كان في مجموعة من الرفاق استطاعت أنها تتمالأ على هذا الهدف. هل إحنا قادرين أو هل الشباب قادر على أنه يفرض هذه الرؤية، ولا هيصطدم بجدار من المواجهة والرفض لكل هذه التحركات؟ أنا أعتقد أنه زي ما قال الدكتور أحمد أنه هذه المسألة يعني لابد وأن تحقق أمرها في إطار تراكم. وهو يمكن إحنا عندنا من ضمن رومانسيات ثورة يناير في أمرين. الأمر الرومانسي الأول 18 يوم. بس 18 يوم كان لهم فايدة كبيرة جدا، انه التغيير ممكن هكذا.
كان المسألة تقول كأن صوت نعم كان الثورة بتقول إنه التغيير ممكن. وأجاب الميدان في ميدان التحرير والميادين الأخرى على أسئلة كثيرة جدا. هذه مسألة مهمة. الأمر الثاني هو الأمر الذي يتعلق بالتدخل الخارجي في الثورات والإقليمي. أيضا كان عندنا رومانسية شوي. صحيح ال 18 يوم محدش قدر يخط خط في مسار ثورة يناير، لكن في ال 18 شهر كان في شخبطة، وشخبطة من كل لون، شخبطة من القوى السياسية مع بعضها البعض في علاقتها، شخبطة من المجلس العسكري اللي بدأ تظهر يعني نواياه ومصالحه الذاتية التي تتعلق بشيء معين يتمثل في قادة العسكر اللي عاوزين يحكموا ويتحكموا. المسألة كمان التي تتعلق بالقوى الإقليمية التي تبدو هكذا أنها تخاف من صيحة التغيير وتحسب كل أن كل صيحة عليها. الإمارات، السعودية، دول الخليج، كل المسائل دي على طول طبعا ومن ثم اتخذت قرارا بمواجهة أي حالة من حالات التغيير أو شراء التغيير كما يحدث في السودان الآن. شراء التغيير أنا بقوله شراء التغيير، وهنا مشكلة خطيرة. لا، الشعوب لا تشترى، أصله هو لسه بيتعامل مع رؤوس هكذا يمكن أن تصنع بشكل أو بآخر، لكن الثورات ما بتتصنعش. الثورات بتقوم بشكل طبيعي، تتطور بشكل طبيعي، لابد وأن تملك أهدافها. الحاجة الثالثة اللي أنا عاوز أضيفها كمان بالإضافة للمسائل الرومانسية في إنه معركة التغيير هي معركة مستمرة، وإنه معركة التغيير لازم يكون عندنا تصور لمعارك التغيير بمواصفاتها وبمتوالياتها. إنه معركة التغيير دي مراحل، في مرحلة بناء إحنا متصورينها، ايه الادوات اللي احنا محتاجينها، ايه الكادر اللي احنا محتاجينه، كادر شبابي، كادر. ولذلك انا مبسوط جدا من اولادنا، من شبابنا في تركيا اللي بداوا يتعبوا على نفسهم وبداوا يطلبوا شيء من التثقيف السياسي، وبيعد نفسه في اطار اعلامي او في اطار اداري او في كده، لانه إعداد الكادر مسألة أساسية في أي عملية تغيير قادم. إحنا علينا نكون الأدوات ثم يأتي بعد ذلك التغيير. حينما يأتي زمن التغيير نكون جاهزون بالأدوات ونكون قادرين على تحقيق هذا التغيير المطلوب بأدواته، بأسبابه، بأساليبه، بشروطه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، وأشكر ضيفي دكتور أحمد رامي السياسي والنقابي على وجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا دكتور أحمد على وجودك معنا في هذا اللقاء. إذن كما ذكر ضيوفي الأكارم، هو فعلا محطات، وأنه معركة التغيير تنبني على الوعي كما تفضل دكتور سيف في البداية وقال بأنه نحن في مراحل مستمرة، لكن الهدف أن تعي بأنك في قلب هذه المراحل وأنك تستعد حتى يأتي زمن التغيير وعليك وأنت متأهب لهذه اللحظة. مشاهدينا ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في ملفات، فاصل قصير ونتابع بعده ما يجري الآن في ملف الثورة السورية وتحديدا على أرض المعركة في إدلب. تابعونا مشاهدينا بعد قليل.